اللي بيفهم في اي منصب، في نادي، في اتحاد، في اتحاد لعبه يعني، اتحاد كوره مثلا، في اعلام، اللي بيفهم بيريح، اللي بيفهم بيعرف يتكلم وبيعرف يفنط وبيعرف يدي لكل واحد اللي بيفهم فيه. ما هو مفيش حد سوبرمان، مفيش حد مازنجر يعني هيعمل كل حاجه لوحده. انا باجي انا كريم، انا مسكت النادي الاسماعيلي او مسكت اتحاد الكوره، والله انا هجيب في الملف ده او في الجزئيه دي فلان وعلان هم شاطرين فيها، وهجيب في الجزئيه دي فلان وعلان لان هم شاطرين فيها، وهجيب في الجزء ده فلان، وهجيب في الجزء ده فلان، وهكذا. فابتدي اشرف عليهم واحط خطه محترمه، لان انا راجل فاهم بقى وشاطر، ولا انا جاي بقى كده هلهطه في المكان وخلاص؟ لا، هو الاغلب اغلب المسؤولين اللي في الرياضه المصريه، انا اسف جدا بس هلهطات يعني، ملوش فيها. هو بجد بيجي كده، يا اما بقى جاي غصب عنه، يا اما جاي وهو عايز يتصيط، يا اما معاه قرشين ومحيرينه فعايز يتشهر بيهم. هي قصه انه انت مالكش في الاداره. هي الاداره دي موهبه، انت حضرتك موهوب فيها، ربنا اداك الموهبه دي. لا، انا هتعلم فيكو، انا بقى هقرر وشوط وان شاء الله تصيب، وباذن الله احنا مع بعض يعني. ده يا مؤمن، كل ما اجي انتقد اتحاد الكوره الاقي حد مكلمني، ايه يا كيمو، ايه يا كيمو، انت ما هدي اللعب علينا، احنا قاعدين على القهوه، احنا بنلعب طاوله هناك يعني، فانت بزعلت ان انا اتعصبت عليه؟ ده كوره مصريه وجمهور وملايين وصناعه وحكايه، اهدي اللعب ايه؟ انت مالكش فيها ما تمسكهاش، بسيطه وسهله. لكن بقى الجو بتاع ان انا ان شاء الله يا جماعه احنا جامدين وهنمسك وهنكسر الدنيا، وانت ما عندكش اي مقومات، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه يعني الوحي هينزل عليك ان انت بقيت يلا ملك الاداره؟ ما انت مالكش فيه، انت مالكش في اغلب اللي ماسكين المناصب المهمه في الكره المصريه، مالهمش فيها، وحياه ربنا مالهمش فيها يعني. سيبك من اللي بيبان في الاعلان، لان هو كمان ساعات بيبقى بقى طالع مداخله فمجهز ورقه وكاتب فيها بقى ان هيقول نقط، فيبان بقى ان هو الشخص الفاهم جدا، لكن هو في الحقيقه في ولا حاجه خالص، ولا حاجه خالص، بلح يعني. فمستني ايه يعني؟ انت بتبقى مستني حاجه مع ان نفس المعطيات هي الانبوتس هي، طب ما الاوتبوت هيبقى هو مستني ايه؟ ايه الجديد يعني؟ ايه، ما حد جاي ما عندوش اي موهبه، ما عندوش اي مقومات ولا امكانيات انه يمسك حاجه، مسكها مستني منه ايه؟ انه يصلح بقى اخطاء الماضي ويعيد اللي مش عارف ايه ويعمل نجاحات ايه ازاي يعني؟ ما هو ملوش فيها، هو بيبقى داخل لهدف تاني خالص، انا داخل اتصيد، انا راجل معايا ملايين بس ما حدش يعرفني، بمشي في الشارع ما حدش يعرفني، بيبقى في لعيب صغير جدا في السن يقعدوا يا كابتن وبتاع ويهللوا، انا عايز اتصيد انا كمان. فيتصيد ازاي بقى؟ يروح ماسك بقى منصب بقى في نادي شعبي في بتاع، في يدخل بقى اتحاد، يدخل لحاجه. انا لو حكيت لكم بالاسامي والله العظيم عندي حكايات يا جماعه، تشيب والله العظيم، بس انا هعملها في يوم من الايام، هكتبها في يوم من الايام. فلك الله يا اسماعيلي. والجمهور الحقيقه يعني مش عارف اقول له ايه، جمهور الاسماعيلي صعبان عليا جدا جدا جدا، لانه هو النادي بيستغل، الاسم بيستغل، التاريخ بيضيع، والجماهير هي الضحيه الاولى يعني. فمش عارف اقول لكم ايه، بس ربنا معاكم، قلبي معاكم، لان انا بحبكم جدا، وصعبين عليا جدا، اللي انا متخيل الوضع اللي فيه محافظه الاسماعيليه بالكامل يعني. قول المصري والاتحاد واقفين على رجليهم، الدنيا ماشيه كويس وبتاع، ما فيش مشكله، لكن الاسماعيليه مفيش حاجه خالص، ده ممكن يهبط. انت متخيل يا مؤمن اول فرقه مصريه تاخد دوري ابطال افريقيا، فرقه مطلعه بلاوي نجوم مصر العظماء يعني من هناك، وممكن يهبطوا للدرجه الثانيه؟ انت متخيل الكارثه؟ ولعلمك بقى كمان المصيبه ان في مسؤولين معتقدين بانه لا يا جماعه الاسماعيلي مش هيهبط يعني، ما تقلقوش يعني، محدش هيسيبه ينزل يعني. على فكره اهلي جده نزل في السعوديه، نزل درجه ثانيه، اهلي جده الاداره فيها امراء وفيها بتاع عادي يعني، وبينزل درجه ثانيه، فعادي بتحصل. وفي مليون نادي كان عظيم وكبير في مصر وبره مصر ونزلوا عادي. الترسانه دي على فكره كانت فرقه تقيله جدا، فين الترسانه دلوقتي؟ مش موجوده والله، مش موجوده يعني، حتى بيحاولوا بقالهم سنين يطلعوا مش عارفين يطلعوا. فاتمنى والله، انا قلت كده في اخر 22 وبقولها مره ثانيه، اتمنى اي حد ما بيفهمش في حاجه ما يعملهاش، اللي بيفهم بيريح يا جماعه، والله بيريح، ومش هتلاقي حد بينتقدك، ومش هتلاقي حاجه لانك فاهم، بس الاغلبيه مش فاهمين، موضوع كارثي كارثي والله، كارثي بجد يعني.